بقى وتعامل موسيماني مع المباراه بشكل تكتيكي وفني اكثر من رائع كان حاجه جيده جدا. انك تلعب مش حابب انا اتكلم في فنيات قوي او فنيات بشكل كبير، لكن الامور كانت واضحه بالنسبه لنا، يعني اختيار العناصر واختيار اللعيبه اللي تنفذ الافكار بتاعت موسيماني ونجاحه في تقسيم المباراه. وانا واثق جدا جدا ان اول ربع ساعه تحديدا كان في تعليمات من موسيماني، ودي مش معلومه بالمناسبه لكن دي قرايه للمشهد، تعليمات موسيماني: يا جماعه انزلوا امسكوا الكوره وامتصوا حماس لعيبه الترجي بعد الجمهور والامور اللي حصلت دي، اكيد خدوا حماس كبير جدا من جمهورهم، فهيبقوا عايزين ينزلوا يخطفوا جون في الاول، امسكوا الكوره اول ربع ساعه مش عايز منكم حاجه غير ان انتوا تنقلوا الكوره. وده فعلا اللي حصل، يعني دي قرايه للمشهد بصراحه. الناس اول ربع ساعه رجالتنا نزلوا قعدوا ينقلوا الكوره بشكل مميز جدا، وامتصيت الحماس بتاع لعيبه الترجي، وقدرت بعد كده ان انت تلعب باريحيه وتفرض اسلوب لعبك في ارض الملعب، ونجحت في الاخر ان انت تحرز هدف ممتاز من خلال محمد شريف. محمد شريف لعيب كبير جدا ينقصه بعض الامور البسيطه زي مثلا انه يلعب بدماغه، لكن لو اتمرن عليها كتير هيبقى عندنا مهاجم متكامل، مهاجم متكامل بقالنا كتير ما عندناش مهاجمين في مصر بشكل عام بالمواصفات دي. فاتمنى له دايما التوفيق. اكرم توفيق امبارح عمل مباراه عظيمه وهو نجم المباراه. ليه؟ لانه بيلعب في مكان مش في مكانه، وادى بشكل اكثر من رائع بصراحه. يعني تعامل مع حمدو الهوني احد ابرز اللاعبين في الترجي بشكل ممتاز، وعمل مباراه كبيره جدا. الفريق ككل، حمدي فتحي ده حاجه ممتازه جدا، اليو ديانج، محمد الشناوي، كل اللعيبه، عشان ما انساش حد. قفشه لما نزل لعيب كبير قوي قوي قوي، تحس ان لعيبه الترجي كانت خايفه منه. فالاهلي عمل مباراه كبيره جدا امبارح، وكان امر اكثر من رائع. كان ناقصنا بس ايه امبارح؟ حاجه بسيطه قوي، ان احنا نبقى طماعين شويه، ان احنا نحاول نجيب جون تاني او حاجه كان يفرق برضه، يخلص الامور بدري. لكن برضه اللي حصل امبارح والنتيجه دي ممتازه بالنسبه لفريق النادي الاهلي قبل مباراه الاياب. بالنسبه لموسيماني بقى، سيبكم بقى من الناس اللي بتطلع تقول اي كلام، وموسيماني ده مدرب تعبان ومش نافع، خلاص بقى موسيماني عدى مرحله الاختبارات. في يا جماعه بعض الشخصيات اللي للاسف الشديد محسوبه على كره القدم، رغم ان هم كانوا مواهب كبيره في الملعب، لكن مش اي واحد لعيب كويس يعرف يتكلم، او مش اي واحد كان لعيب كويس يقدر يحلل. لا، في ناس تحب تقول ايه كده، اي تصريح بشكل فيه فهلوه شويه والدنيا تضرب معاها وتمشي. ما تلتفتوش ابدا للناس دي، سيبكم من الناس دي. هو هدف بعض الاشخاص اللي بيتكلموا بالاسلوب ده ان هم ينتقدوا موسيماني لان هو مدير فني النادي الاهلي، من غير اي اسس او من غير اي يعني دلائل على ارض الواقع تقول ان الراجل ده مدرب تعبان، يعني او الراجل ده مدرب مش كويس، او الراجل ده لا يليق انه او لا يليق ان هو يكون مدرب للنادي الاهلي. خلاص بقى، موسيماني عدى مراحل الاختبارات كلها الراجل، يعني يعمل ايه تاني موسيماني عشان يقول ان هو مدرب كويس؟ لا، مدرب ممتاز، مش كويس بس، الراجل كل ارقامه بتتكلم عنه، مش محتاج ان احنا نتكلم عنه. الراجل حقق كل البطولات اللي شارك فيها مع النادي الاهلي، الراجل ما خسرش ولا مباراه كبيره مع اي فريق كبير انت لعبته الا مباراه البايرن، وكان نتيجه منطقيه ان انت تخسر من افضل فريق في العالم يعني. فلا، مدرب كبير وحاجه اكثر من رائعه، وادار المباراه بشكل ممتاز. قبل ما اروح الفاصل عشان اختم حته موسيماني، البعض كمان انتقد ان هو ادى للفريق راحه 6 ايام قبل ما يرجعوا التدريبات وقبل السفر لتونس، وقال لك ازاي يدي اللعيبه 6 ايام؟ اكيد هو عارف بيعمل ايه، اكيد اللعيبه دي عندها مخزون بدني جيد بعد ضغط المباريات الكبيره جدا اللي كانت ورا بعض في الدوري وفي كذا بطوله. فانت عندك مخزون بدني، عرفت ان انت تقسم نفسك، تقسم مجهودك كمان بشكل كويس، تدريباتك، الكلام من ده، الشغل على الجوانب البدنيه والفنيه كان اكثر من رائع. الراجل عنده خبرات كبيره جدا. امبارح شفنا الاهلي في الملعب بدنيا اجهز بكتير قوي من الترجي، وده اللي رجح كفه النادي الاهلي بخلاف الاصرار والعزيمه والشخصيه وكل هذه الامور اللي امتاز بيها النادي الاهلي على مدار المباراه بالامس. عندي كلام كتير جدا حابب اتكلم فيه، واشاده كبيره جدا بكل اللعيبه المنظومة الأهلوية كلها، لكن احنا دايما لازم نأكد عليه ان احنا لسه ما حسبناش حاجة، احنا لسه ما خدناش بطولة. جمهور الأهلي بيفرح لما ياخد بطولة طبعا، لكن جمهور الأهلي في نفس الوقت سعيد بفرقته، سعيد بلاعبته، سعيد بجهازه الفني، ووراهم وفي ظهرهم كما هو المعتاد، وفي انتظار ان شاء الله بإذن الله التأهل النهائي، وبإذن الله تعالى الفوز في المباراة النهائية. ايا كان احنا هنقابل مين، ايا كان هتقابل مين، انت قادر ان انت بإذن الله تعالى تكسب بطولة دوري ابطال افريقيا. ناخد الامور واحدة واحدة ونفضل ورا فرقتنا اللي عندنا ثقة كبيرة جدا فيهم، ودايما اتكلمنا في الجزئية دي حتى في عز ما الاهلي كان ممكن بيتعرض لبعض الاخفاقات، لكن كان عندنا ثقة كبيرة قوي في شخصية الجهاز الفني واللاعبين، والثقة طبعا موجودة وهتفضل موجودة ايا كانت الامور ايه. نتمنى لهم يا رب كل